أم نادية من هنا أمي. نبيل حبيبي وحشتني. وحشتني إيه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه. تعالى أقعد 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 بس أنا لسه سايبة لك شوية. سايبة لي شوية إيه؟ بقول لك المكان ده اللي بيقعد فيه حسين باشا. طب ما نشرب حاجة طيب. نشرب إيه؟ ما هي دي المشاريب اللي بيشربها حسين باشا. يو بقى يا حبيبي والنبي ده أنت الباشا وعمدة الناس كلها. أنا إيه؟ أنت الباشا وعمدة الناس كلها. أيوة يا بنت، أنت رجعت لي ثقتي بنفسي. عودي حبيبي. أنا باشا وعمدة الناس كلها. انت يا شيخ الغفر ما تدخلش حد علينا، القعده برايفت على قديني. ده احنا هنعمل شغل لابسه ابيض وانا لابس لك احمر، ده النهارده لقاء القمه. كسي ده ولا بس ايه ده؟ ايه يا ابويا؟ ايه ده؟ ايه حبيبي في ايه؟ انت خلصت على المشارب بتاعت الكافيتيريا؟ لا يا روحي لسه في كتير عندهم جوه. عندهم كتير جوه وانت جايه تشطبي عليها؟ ايه ده؟ ايه شيخ ده؟ شكل الكافيتيريا دي غاليه. لا يا حبيبي مش غاليه، انا في واحد جه هنا وقال لي ان في مينيمم تشارج. قال لك في مينيمم تشارج؟ ماني مام تشارج. وكتاب الله ده اللي دايخ عليه بره مش لاقيه، الحمد لله انه موجود الحمد لله. هو ايه ماني مام تشارج ده يا بابا؟ ها؟ هو ايه ده؟ عصير. عصير ايه؟ دي ذكر التفاح مع انثى البطيخ، حاجة نقاوة يعني، حاجة حلوة أوي. سيبك منه، المهم أنت كلتي؟ أنا أقدر أحط لقمة في بقي من غيرك يا بلبل؟ ده أنا يا دوبك صبرت نفسي بس بكام حتة فرخة مشوية كده. انت نفسها ولا ايه؟ نفسها كم حته فرخه مشويه؟ اه ناديه في ايه؟ حرام عليكي، حرام عليك يا شيخي، ارحميني، دي كلها مصاريف. مستخسر فيه الاكل كمان يا بلبل؟ يا شيخه اسكتي، مش مشكله، هناكل، هاكلك الاكل اللي بياكلها حسين بيه. وايه بقى الاكل اللي بيحب ياكلها حسين بيه؟ بص انا ما اعرفهاش، بس هو دايما كان ينادي يقول يا متر والنبي هات لنا وايبس. وايه الوايبس ده يا حبيبي؟ تقريبا سندوتشات. الله. بس سندوتشات معطره، بيقولوا ريحتها حلوه قوي. الله. تاكليها في منها بالورد وفي منها بالليمون. انا بقى عايزه من ابو ليمون ده ويحط لي عليه نعناع، انا بحبه بالنعناع. امسك ايدك شويه بقى يا نادي. الله، ما ايه المصاريف دي؟ الله يا شيخ حرام عليك، انت صرفالي كده بتاع 250 جنيه في القعده دي. بصراحه يا بلبل هو مش 250 جنيه. امال كام؟ وقال لي 1000. 1000 سلامه عليك. بلبل في ايه؟ 1000 سلامه عليك وعلى دماغك اللي اتلحس. ليه يا حبيبي؟ ما انت طالبه لي هجيب ب 1000 جنيه. ليه؟ وانا شغال في الخليج ولا ايه؟ انت بتعملي فيا كده ليه يا انت؟ فيها يا بلبل؟ بقول لك ايه؟ والله العظيم اسيبك. ده انت لو فكرت تسيبني ده انا اروح فيك السجن واجيب بطنك كده بجيج من قدامك يا ابو 10,000 ملطوش انت. ايه يا نادي؟ هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك يا شيخي. بهزر معاكي. ده انا بحبك يا بيت، حتى انا اعمل لك مفاجأة. ايه يا بلبل؟ يلا بسرعة. غمضي عينيكي. ان 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 فتحي. الله يا بلبل، انت شاريني الورده دي؟ لا شاريها ايه، ده انا اطفها من الشجر اللي بره. مستخسر ايه؟ خالك واسع قوي، انا شاريها. اشتريلك ورده ليه؟ انا هفت في مخي شويه شويه، هتقولي ايه؟ هاتي لي دبابيب. دبابيب دي ولا اسمها ايه؟ بس يا لا عشان بتكسر. بس والله بحبك، هاتي ايدك. بسم الله ما شاء الله، ايه الطرى دي؟ طريقة جو... انتوا بتنجدوا فين؟ بس يا بنت كده. بحبك بحبك يا نادية، ومفيش حاجة هتقدر تفرقنا ما بيننا وما بين بعض. انت متأكد يا بلبل؟ لا. ايه؟ لا متأكد متأكد، مفيش حاجة هتفرقنا. طب جبت الشبكة أم فسوس؟ لا. طب جبت العفش أبو بروز؟ لا. ولا حتى شقة فقوس؟ لا. طب اتفضل بقى حاسب يا موكوس. لا. انت كمان مش عايز تحاسبني يا بلبل على الاكل؟ خلاص يا نادي، هو الواحد ما يعرفش يهرق معاكي. بهرق الله. خلاص اندهلك على المتر. اتفضل. ماشي. يا متر يا متر. الله يا متر. شكلك عارفه قوي. هو قاعد في الدور الثاني ولا ايه؟ الحساب يا متر. ايوه هو جاي اهو، شفتي؟ رد اسمه متر. شكرا، ميرسي بيكو، دي شو البيت كلانا دي جورد وي كلانا. من امتى يا اخويا؟ ايه بقول لك ايه يا متر؟ انتوا بتحاسبوا هنا بالفيسا كارت؟ نعم. طيب طلع انت الفيسا كارت وحاسبي، سلام عليكم. رايح فين؟ هو يعني ايه فيسا؟ يعني انت عارفه يعني ايه كارت؟ لا. وكمان بتتريق عليها بتقولي لا، والنبي دبك في وشك. لا بس يا بلبل الله. اسكتي. بقول لك يا متر. تحت امرك. عندكم هنا اطباق وصحون نغسلها لكم يعني؟ نعم.
عندكو؟ نعم. طب خدنا على المطبخ. والله أنا لهلوبة، خميس وجمعة غسيل زي الفل. ماشي يا سقف، ماشي، واخد حركاتي كلها في الأكشن وعامل بيها فيلم اسمه المصلحة. ماشي، الحركة دي بتاعتي والمصحف. ماشي يا سقف، في إطار الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وزارة الداخلية وعليه تحت رعاية السيد وزير الداخلية أتهم المدعو أحمد صلاح السقا الشهير أحمد السقا. ماشي، وقد لاحظت أن المدعو قد قام بسرقة كل حركات الأكشن بتاعتي، كل حركات الأكشن بتاعتي أثناء قيامي بعملي تجاه الوطن وبس روح الطمأنينة في المواطنين. ولكم مني جزيل الشكر، وتقبلوا بفائض الاحترام ضاء حسين شوك. ماشي يا سقا، اما قعدتك في بيتك بالسنين ما بقاش انا حسين شوك. تسمح لي اخش يا فندي؟ ما انت دخلت خلاص يا حبيبي، اطلع بره. ماشي يا فندي. ولا لك خد، تعال انت كمان، عايز ايه؟ انا يا فندي مش عارف اقول لك ايه والله، يعني بس انا بعتبرك زي اخويا يعني. ايه؟ قصدي زي ابوي. انت هتهرج ولا ايه؟ قصدي زي امي. اه اذا كان كده ماشي. ماشي يا سعاده الباشا، يعني كنت عايز اقول لك انني نويت اتجوز. مبروك يا حبيبي. الله يباركك فيك يا فندم، يعني بس يعني كله بحسك. ماشي حبيبي. وقال لي ماشي يا حبيبي. بقول كله بحسك يا حسين بيه. ما قلنا خلاص ماشي يا حبيبي. ما انا كنت عايز اقول لسعادتك يعني انا مش معايا الا 10175 و35 قرش. عايز تتجوز؟ ب10,000 جنيه و175 قرش يا ابني، دول اخرهم تتجوز بيهم معزه في البلد عندكم. ما هو حسك معانا يا حسين بيه بقى، يعني انت جيب الخفايف وانا جيب التقايل. خد بالك يا حسين بيه. ماشي، عشان خاطر. حاضر. يعني انزل هات لي انت اوضه النوم واني هجيب المولل. انا هديك بالمولل على نفوخه، انا مش ناقص يا فندم. طب هات لي انت الميكروويف، دي البت خطيبتي دي هتتجنن على الميكروويف. وانت عارف يعني ايه ميكروويف؟ ايه، ما انا ما كنتش عارف، بس لما سالت عرفت يا باشا. بيقولوا ان هو بيتحط تحت السرير بتاع اوضه النوم علشان يسخن الاحداث. ماشي، حاضر حاضر، هسخن لك الاحداث يا حبيبي. حاضر، ربنا يخليك لنا يا فندم.